بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن حكمة القدر. جماعة، قدر ربنا كله رحمة، قدر ربنا كله خير، بس إحنا ساعات بنزعل عشان بنبقى شايفين اللقطة اللي إحنا واقفين عليها، مش شايفين الفيلم الأخره، مش شايفين القصة الأخيرة. أنت بتاخد لقطة وتزعل، بتقول ليه بس حصل لي كده، ليه أفقد السعادة دي، لكن تيجي نشوفها لأخرها تلاقي إنها كلها رحمة. ولما تلف بيك الأيام وترجع للقطة اللي انت بكيت فيها تقول يا سلام، ده كان أحسن حاجة اللي حصل لي، قدر ربنا كله رحمة. لكن أحيانا يا جماعة اللي انت بتشوفه غيب ومش عارفه، يمكن ربنا يعلم بيه غيرك، ما يكونش غيب عند غيرك. إزاي؟ أحكي لكم قصة. هو كان شاب له صديق طبيب، وهما الاتنين صحاب قوي وسكنين في حي واحد، يمكن كمان في شارع واحد. هذا الشاب أحب بنت جدا 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 ساكنة في نفس الشارع، بنت جميلة، كلهم جيران قريبين، يعني عمارات قدام بعضها، بنت جميلة جدا وهو حبها جدا. أول ما تخرج قرر يتجوزها. صديقه الدكتور قال له اوعى تتجوزها. قال له ليه؟ قال له يا عم احنا جيران وانا مش هقول لك اكتر من كده، اوعى تتجوزها. يا عم ده انا بحبها جدا، انا كان نفسي اتجوزها، ده انا كل ما بشوفها ماشيه في الشارع الحب، وانتوا عارفين يعني المشاعر اللي عند الشباب، انا عايز اتجوزها. لكن كانت الكلمه صارمه من صديقه، بقول لك اوعى تتجوزها. وصديقه كتوم جدا، ما بين ان هو حس ان هو في حاجه نفسه فيها قوي، وما بين كلمه اوعى تتجوزها اللي خلته يشك. يعني أكيد سلوك البنت فيه حاجة، عشان كده بس مش راضي يقولي عشان إحنا جيران. المهم إنه هو فعلا ما اتجوزهاش، ولفت ليام واتجوز واحدة تانية، واتجوز وخلف وجاب 3 أولاد، وعاشوا بقى هو ومراته والدنيا زي الفل، وفضل صديقه هو صديقه، والبنت التانية اتجوزت واحد تاني، وخلاص بقى كل واحد بقى عزل وراحوا في حتت مختلفة. بعد سنين طويلة قاعد هو وصديقه في لحظة صفة كده، قال له انت فاكر لما قلت لي ما اتجوزش البنت الفلانيه؟ قال له اه طبعا. قال له بالله عليك انا ساعتها احترمت كتمانك، كنا جيران في حته واحده، حلفتك بالله تقول لي انت كنت ليه بالشده دي بتقول لي اوعى تتجوزها، كنت شايف على سلوكها ايه، كانت بتعمل ايه غلطات، بس عشان ابقى فاهم. قال له انا قلت انها بتعمل غلطات؟ البنت زي الفل. قال له نعم. جيت دلوقتي تقول لي البنت زي الفل؟ قال له اه والله البنت ممتازه، اخلاقها زي الفل. قال له امال ليه قلت لي ما تتجوزهاش؟ قال له انت ناسي ان انا دكتور، البنت دي كانت بتكشف واحنا كنا عارفين حالتها، البنت دي ما بتخلفش، وانا عارفك طول عمرك هتموت على العيال، وحتى وانت شاب صغير ما كنتش بشوف شباب في الجامعه يقعدوا يقولوا نفسي اخلف نفسي اخلف زي ما انت كنت بتقول، فانا رحمه بيك وبيها، لانك كنت هتنكد عليها عيشتها وهتعقدها وهتكرهوا بعض وهتطلقوا في الاخر، قلت لك ما تتجوزهاش، اديك يا عم اتجوزت وخلفت 3 عيال وهي اتجوزت. فالراجل قال له ايوه فعلا دي ما خلفتش لغايه دلوقتي. قال له مش هتخلف، بس سعيده مع جوزها لان هو مبسوط بيها كده، وانت مبسوط بمراتك الجديده كده. قال له يا سلام، شفتوا يا جماعه القدر كله رحمه، احيانا ربنا يطلع على غيبه حد فنكتشف قد ايه رحمه ربنا كبيره. طب لو ما اكتشفناش نعمل ايه؟ نرضى بقدر ربنا ونبتسم بسمه امل ونقول قدر ربنا كله خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.